السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر، ورؤية للعراق من نافذة الموصل هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. بعد الفاصل سنكون معا مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الشعب ينتظر. رحبوا معي بضيوفي في الاستوديو، كل من الأستاذ شوان محمد طه عضو مجلس النواب العراقي السابق، مرحبا بك أستاذ شوان. وأيضا معنا الكاتب والصحفي الأستاذ سرمد الطائي، مرحبا بك أستاذ سرمد. مرحبا بكم، شكرا جزيلا. أبدأ من أستاذ شوان، أنت كنت سابقا عضوا في لجنة الأمن والدفاع النيابية، القوات التي تشارك اليوم في معركة تحرير نينوى هي من كل أطياف الشعب العراقي تقريبا، لكن هل سنشهد تنسيقا غير مسبوق هذه المرة بين القوتين الكبريين في هذه المعركة، القوات العراقية وقوات البيشمركة؟ تفضل. شكرا جزيلا مقدما. يعني إذا نتحدث عن هذا الموضوع من حيث المبدأ، يعني محاربة الإرهاب أو داعش تحديدا أصبح رغبة وإرادة دولية والأقليمية معا. نعم. أما بصدد إذا أخذنا يعني مسألة الموصل كنموذج اليوم نعيش في هذه الوضعية، يعني بكل التأكيد هنالك تنسيق عالي المستوى بين لا أقول كافة المكونات أبنائنا شعبنا العراقي، لكون كما قلنا هنالك إرادة أو رغبة داخلية والخارجية بهذا الصدد، بمعنى كلنا ضد الإرهاب، وهنالك اختلاف في الرؤى في كيفية التعامل مع هذه المعادلة أو قضية التحرير. يعني بعد زيارة الفخامة الرئيس البارزاني إلى بغداد تم اتفاق على بعض الأمور المبدئية وكيفية الدخول، ما هي النقاط اللي مسموح للبيشمركة أو للبعض القوات الأخرى كحشد الوطني وحشد العشائري للدخول الموصل. يعني بالتأكيد في اليوم تحديدا رأينا بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الأقليم مع قادة الجيش العراقي مع الأهالي مدينة الموصل، هذا الأمر يعني قدم لنا مؤشرات إيجابية جدا، بمعنى هنالك كما تفضلت تنسيق غير مسبوق بين الجيش. أنا خصصت غير مسبوق لأن الموضوع اليوم يختلف. ساعة الصفر حين حددت منذ البداية حددت بناء على مكالمة بين السيد حيدر العبادي والسيد مسعود البارزاني. لا ليس بإمكان، بالتالي هذه كانت ربما يعني ليس بإمكان نقول خلال المكالمة، لكون هنالك تنسيق مسبق، هنالك اتفاقات مسبقة، وأيضا هنالك غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة الجيش العراقي بالدرجة الأولى. نعم. مع تحالف الدولي، وأيضا هنالك تواجد لقوات البيشمركة لكون أقليم شعينا ما بينه، هنالك استراتيجية لأقليم كردستان. نعم. لكيفية التحرير الموصل إذا نظرنا نظرة عسكرية أو جغرافية للمدينة الموصل، ولكن تنسيق هدفنا المشترك كيفية التحرير لمدينة الموصل، ولكن المشكلة الأساسية كيفية التعامل ما بعد التحرير. يعني نعم. هنالك بعض إذا اليوم تحدثنا عن موضوع التحرير، أنا أختلف مع البعض الأخوة، هنالك تصريحات هنا هناك يقول يعني نحن اليوم بصدد هنالك نوع من نشوة الانتصار، ولكن نحن في بداية العملية التحرير. نعم. المعركة بحسب أغلب المحللين العسكريين يعني الرائين بصورة حقيقية للوضع يرون أن العمليات الآن هي ما زالت على أطراف مدينة الموصل، هنالك أطراف أيضا لم تشارك إلى الآن، لكن لأذهب معك إلى وجهة النظر السياسية. أستاذ سرمد، اليوم ونحن نقرأ أغلب التصريحات التي صدرت عقب إعلان العبادي فجرا عمليات تحرير نينوى بدأها، أقصد التصريحات تحمل لأول مرة كأنه روح عراقية، اليوم أكو روح عراقية خالصة، اليوم العراقيين وأرجع للعنوان أدركوا أنه الموصل أخيرا أصبحت قضية عراقية. تحية لكم وتحية لمشاهدي قناة سامراء. أنا أخاف من هذه التعبيرات، الروح عراقية وروح مو عراقية، هو انفعال جميل نحتاجه في لحظة أحلى شباب العراق يقاتلون من أجل إعادة فرض الاستقرار. أنا أسترد إلى نص التصريح. إي لكن قصدي أنا تكلم وقال فقط، مع ذلك أخاف من هذه التعبيرات لأن دائما الانفعال العراقي ينتهي نهايات سيئة، يتحول إلى الدفاع غير محسوب، ثم هذه الوحدة الجميلة اللي تشوفها
فجأة تتبخر وكأن شيء لم يكن ونصير واحد يذبح بالثاني، إما بشكل ذبح حقيقي أو بذبح مجازي، وينهار كل شيء واللي يستفيد خصومنا يقعدون يضحكون علينا. نحن بحاجة لا إلى انفعالات ولا إلى حماس كثير. علينا أن نضع المخاطر المخيفة والمقلقة نصب عيوننا. ستكون هناك أيام صعبة سواء مع داعش أو فيما بيننا، سواء أثناء المعركة أو بعد تحرير الموصل وهو أمر حتمي، الموصل ستتحرر. نعم. سواء بأسبوع أو 10 أيام أو شهر، لكن المعركة هي مجرد بداية لصراع إرادات كبير. لحد الآن ليس من الواضح كيف ستدار مستويات هذا الصراع، بل لحظة الجنون الإقليمية ولحظة الجنون حتى الدولية بالمناسبة ستترك أثرها السيء على إدارة هذا الصراع. نحن بحاجة إلى روح عراقية كما تفضلت بالتأكيد في لحظة حماس، لكن أيضا بحاجة إلى صناعة العقلانية العراقية. السياسة جمدت في بغداد منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، والحوار العراقي العراقي توقف، لم يحرك المياه الراكدة السياسية سوى زيارة كاك مسعود إلى بغداد. الشعب ينتظر ويتأمل. هذه كلها أيضا تستند إلى التصريحات التي صدرت اليوم من كبار القادة السياسيين، الكل يقول ندعم وندعم وندعم. يعني هذه هل ستكون البداية نحو شكل جديد؟ الشعب جزء من مشكلة العراق. الشعب في كثير من الأحيان احنا نقول السياسيين جابوا لنا الطائفية وعلمونا على الانقسام، لكن ننسى أنه السياسيين سووا هيجي لما شافوا أكو سوق للطائفية. الآن فلان الطائفي لو ما يشوف جمهوره طائفي يصير طائفي؟ أكو واحد يبيع بطيخ مثلا في مكان يكره البطيخ؟ لا، راح يبيع الطائفية في سوق يعيش طائفي شعبنا، وعلينا أن نصارح شعبنا. يعني ملائمة، مو خدعة ونقول له أنت وطني وأنت كذا، لا لا، شعبنا يحتاج يسوي مراجعة عميقة ويحتاج هذه الصدمات اللي صارت يستفيد منها. يعني اليوم احنا قدمنا احلى شبابنا قرابين من اجل اعاده بناء الاستقرار. لازم نتذكر ان الوفاء لهذا الدم يكون بنبذ الكراهيه، بنبذ روح الانتقام وبالانصات لبعضنا. طيب انا شلون اليوم اتجنب هذا وارسخ الوعي لمرحله شبح ما بعد داعش اللي الان ذكرت حضرتك؟ ندخل تدريب، ما ادري يعني انا مو جدا متفائل، لكن اعتقد ان جزء من الشعب بدأ يتذوق الصدمة ويمكن أن يبدأ بتخفيف نوع الصدمة ومستواها. نعم. أستاذ شوان رأيك؟ يعني بصراحة إذا تحدثنا عن المعركة شيء وعن ظروف السياسية هذا الشيء والثاني، يعني لا شك يعني عدم تفاهم بين القوى السياسية، حتى ما تفضل زميلي سرمد، بين الشارع العراقي، هناك تعبية أيضا للشارع. هذا أثر بشكل سلبي على واقعنا. نعم. الاجتماعي الأمني والعسكري، حتى التشكيك بالأمور المؤسسات الأمنية والدفاعية. إذا رجعنا للموصل سيد الفاضل، يعني أمر معركة محسومة، سيحررون الموصل، ولكن كيفية التحرير؟ نعم. إذا ربما سائل يسأل كيف يعني أمر معركة محسومة، لكون هنالك فرق كبير بين الأعداد، قواتنا العراقية سواء كان من البيشمركة والجيش العراقي والحشد، على الحشدين، على الحشد العشائري والحشد الشعبي والحشد الوطني، يعني هنالك تفاوض. أيضا بحساب رؤية أستاذ سرمد أنه هذه المرحلة مرحلة الصراع مع داعش الآن هي مخيفة أيضا بكل تأكيد. يعني أنا عندي قنبلة موقوتة اسمها تل عفر مثلا. لا، لماذا 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 هذا التشكيك؟ لماذا نشكك أول مرة؟ لكون كنا متفقين على هدف محدد وتحرير الموصل. أوكي، مقدما نقول المعركه محسومه لكون هنالك فارق عددي، لكون هنالك فارق بين طبيعه الاسلحه اليوم تستخدم ضد الداعش. اليوم بكل البساطه تم كسر سواتر الاول للداعش، ولكن المشكله ما بعد كيفيه الدخول، دخول الموصل، كيف نتعامل مع الموصل. كيف نتعامل مع بعضنا اولا؟ اي هذا الامر، اذا يعني ارجو ان اعرج على هذا الموضوع، كيف نتعامل مع بعضنا مع هذا، اذا اعتمدنا مع, مع, مع اختلاف القوات، مع اختلاف صدور الاوامر، مع اختلاف المحاور التي تنطلق منها القوات. عمي، اذا استثمرنا هذه الواقع اليوم، دم كما تفضل زميلي سرمد شبابنا، يعني استخدم كلمه حلوه، بس اذا المقاتل كبيشمركه او جندي عراقي تسقطون على الميدان
يعني دم الكردي والعربي والتركماني المسيحي على الأرض لهدف واحد. إذا استثمرنا هذه تضافر جهود للتحرير بكل تأكيد سينعكس بشكل إيجابي. ولكن خلينا نشك بالأمر، أيضا هنالك يعني اتفاق إلى حد ما، أو هنالك إذا ما قلنا اتفاق هنالك نوع من التفاهم بين القوى السياسية، خلينا نقول بين الكرد والعرب وبين الشيعة والسنة حول تهدئة الأوضاع. إذا أمور ذهب بهذا الاتجاه، نحن يعني كررنا تجربة الحلف في الموصل، يعني بمسألة يعني من المستحيل أن نتحدث عن العراق بعد ذلك. نحن أمام تجربة تاريخية والحاسمة. إذا حررنا موصل وتعاملنا مع الأهالي الموصل، أو رجعنا كرامة الأهالي الموصل لأهالي الموصل، بكل تأكيد بإمكاننا نقول نتحدث عن عراق الموحد، بإمكاننا نتحدث عن وطنيتنا. بعكس ذلك سيكون مستقبل العراق في مهبة الريح. طيب أنتقل لأستاذ سرمد. أستاذ سرمد، اليوم هذا التحرك نحو الموصل، ما تعتقد أنه جاي أخيرا من التفاهم على مرحلة ما بعد داعش؟ يعني القوات ما تحركت من فراغ، ويقال أنه اللي كان يكبح جماح الحكومة العراقية باتجاه أن تحرر الموصل أو تعلن ساعة الصفر هو خطورة مرحلة ما بعد داعش. ماكو تخطيط لمرحلة ما بعد داعش. الآن يقول لك أكو تخطيط. شوفوا، بدت الأمور شوية ابتعد عن نظرتك المتشائم. لا مو متشائم، أنا جدا متفائل وأراهن على الطبقة السياسية. جميل. في لحظة ما ستحصل زحزحة. نعم. لكن اللحظة تأخرت بسبب خراب إقليمي كبير بشكل خاص. 2014، صيف 2014، نعم، انتهت حكومة المالكي، جاءت حكومة العبادي، استنفرت كل الجهود لحماية بغداد من السقوط ولحماية أربيل من السقوط وللبدء بتحرير المناطق العراقية. نعم. بدأ البنتاغون هو المخطط الأكبر. أوكي، دخلت إيران ميدانيا وكذا، لكن الخطط الكبيرة، خطط الدعم الكبيرة عملها البنتاغون. البنتاغون تحدث بصراحة، هو والخارجية الأمريكية، وتحدث معه العبادي، وتحدث معه الجناح المعتدل في بغداد وكردستان. نعم. قالوا أن الحرب مع داعش ليست مجرد معركة بنادق، هي عملية سياسية. عملية سياسية، تعالوا نصمم هذه الحرب لكي تصبح حربا صحيحة. وبدأوا القادة الأمريكان يحكون عن دعمهم لفكرة الحرس الوطني، إذا تذكرون وصارت منسية الآن. القوة الأمن الذاتي في المنطقة السنية في المستقبل. نعم. تصحيح سياسات بغداد في المنطقة السنية، تأهيل السنة سياسيا بعد أن تشرذموا وجرى تقسيمهم سياسيا بشكل أصبحوا ضعاف، فانتصر داعش على السنة ثم انتصر داعش على العراق. داعش قبل أن تنتصر على العراق انتصرت على السنة، واستفادت من ضعفهم الذي كان النظام السياسي في بغداد أحد الأسباب الرئيسية لتحويلهم ضعفاء. نعم. لكن لاحقا جرى نسيان الجانب السياسي من عملية مواجهة داعش، وصار تركيز على الجانب العسكري فقط. توقفت السياسة في بغداد منذ أكثر من سنة، أصبحت بغداد أقل حجما من العراق، وجرى التركيز على الجيش فقط والقوات الساندة. الآن هناك روح جديدة جميلة تنبعث في كل قوات المسلحة، بحيث تجعلك وتجعلني وتجعل الجميع نخشع ونبكي ونقدر هذه التضحيات وننبهر بتدريب نتائج التدريبات الأخيرة للجيش، قدرته. أفهم أنك تلمح. بس نعم. بس أكمل. نعم. هذه أنه بعثت روح جديدة في الجيش وفي المقاتلين، ولكن لم تنبعث روح جديدة في السياسة. يعني صار عندنا جيش جديد وسياسة قديمة. يعني فشل التصميم السياسي الأساسي اللي كان بال 2014 اللي تكلمت عنه. الأحلام 2014. نعم. كنا نحلم بإعادة تأسيس للنظام السياسي، لأن المالكي وحقبة المالكي وفريق المالكي ونهج المالكي دمروا النظام السياسي الواعد، فقلنا راح يصير تأسيس جديد، لكن ما صار. الآن الموصل يمكن أسميها محاولة أخرى لتأسيس، لإعادة تأسيس النظام السياسي بشكل ما. إذا فشلت داعش ما قدرت تحتفظ بالموصل سنتين ونص، وفقدتها الآن عملية. إحنا هم ما راح نقدر نحافظ على الموصل أكثر من سنتين، راح نفقدها مرة أخرى بسبب السياسات الخاطئة. أما إذا قدرنا نصحح أو نبدأ التصحيح على الأقل، فنقدر نتفائل بالمستقبل ونقول نقوم بتخفيف حجم الكارثة وتخفيف حجم المأساة. نعم. بالعودة إليك أستاذ شوان، اليوم قوات البيشمركة قوة أساسية فاعلة ستدخل إلى الموصل،
هل ستمسك الأرض في المناطق التي ستحررها؟ ومسك الأرض من قبل قوات البيشمركة هي عادة ما تقاتل أو غالبا ما تقاتل في المناطق المتنازع عليها، هل ستمسك الأرض هناك؟ لا، مسألة محاربة الداعش من كما أشرنا في بداية حديثنا، إذا تحدثنا عن من حيث المبدأ هنالك رؤية للأقليم سيطارد الداعش أينما كانوا. إذا طلب الحكومة العراقية قوات البيشمركة يشارك في تطهير مناطق حتى فلوجة ومناطق الشرقية لديهم استعداد، جميل، هذا للمطارد الداعش. جميل. أما إذا تحدثنا كما أشرت هنالك اتفاق مسبق، هنالك الأماكن حددت يحددون لقوات البيشمركة، والبيشمركة سيلتزم بهذا المناطق اللي حددت لقوات البيشمركة. وأعتقد اتفاق كالآتي: دخول مدينة الموصل حصرا للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز المكافحة الإرهاب تحت إشراف التحالف الدولي، نعم، يعني كمدينة الموصل، لكي يكون نحن نبين من هو المسؤول إذا لا سمح الله حدث شيء أو مكروه داخل، من يتحمل المسؤولية؟ نعم. يعني إذا أنا سمعت من قادة يقولون نحن لا نتحمل مسؤولية إذا حدث شيء كبير كما حدث في الحلب، يعني هاي مسألة. من يقول هذا؟ قادة الأكراد يقولون نحن لا نتحمل هذه المسؤولية، نعم، إذا صار انتهاك أو صار جريمة كبيرة. هم كان ضمن المؤتمر الصحفي هذا الكلام. أحسن، يعني نعم. بناء على صحيح. ذلك هنالك خطط مدروسة. اتفاق قوات البيشمركة ستبقى قوات ساندة للجيش العراقي. يعني كما ليش قلنا هنالك التنسيق عالي. لكن أستاذ شوان، من الذي يخشى منه أن يحول الموصل إلى حلب لا سامح الله؟ من هي القوة التي يخشى أن تحول الموصل إلى حلب؟ إذا بصراحة إذا استمر تسابق الإيراني التركي على العراق بكل التأكيد سيتحول موصل إلى حلب. ولكن إذا كما أشرت على لبعض المصطلحات الوطنية، إذا بقى الموصل أو تحرير بيد الأيادي العراقية مع التحالف الدولي سنبتعد لهذه المسألة بكل التأكيد. طيب أستاذ سرمد، اليوم وفد تركي من وزارة الخارجية اليوم يزور بغداد، اليوم لهجة الوفد برأيك عن يعني كيف ستكون؟ عن ماذا ستبحث؟ عن حماية لقواتها وفق الكلام اللي يقول أنه أصبحت هذه القوات على مرمى نيران جهاز مكافحة الإرهاب، أم أنها ستأتي بلهجة ربما تصعيدية كالعادة مثل ما شاهدناها بالأيام السابقة، وأنه ضرورة إشراك تركيا بالعملية العسكرية ومن وجهة نظر سياسية؟ أكو جانبين بالموقف التركي. جانب أن أردوغان مع الأسف منذ فترة فاقد أعصابه، لذلك هو خرب مع مصر قبل أن يخرب مع بغداد مع العراق. فقد مصر اللي هي بالنسبة له لاعتبارات كثيرة مهمة جدا، نعم، لا تقل أهمية عن العراق، وربما أهم في بعض النواحي بالنسبة لتركيا. فأردوغان بعد أن اضطرب بعد الربيع العربي دخل مرحلة هياج، مشاكل الداخلية أيضا كبرت، بدأ يستخدم لغة عصبية، هذا مفهوم ومردود عليه ومناقش وإلى آخره. وقلت مو بس إحنا، حتى القاهرة غاضبة على أردوغان. لكن في هناك جانب آخر، يجب على السياسي العراقي أن يفهم الموقف التركي من جانب آخر مهم للغاية، ويفتح حوار مع تركيا وغير تركيا. العالم السني لديه رسالة موجهة إلى بغداد بشأن الموصل وبشأن كل المناطق السنية المحررة من داعش أو التي يجري فيها القتال حتى هذه اللحظة، أنه نحن لن نستطيع أن نبقى متفرجين على هذا الوضع. يوم أمريكا تقصف بالمنطقة السنية لأنها إرهابية، نعم، يوم داعش يجي يحتل السنة لأنهم صاروا يد الدولة، يوم الدولة تضرب السنة لأن طلع حاضر هي ملائمة. ما معقول العالم كله يضرب بالمنطقة السنية، دمرت تهدمت تفلشت، نسأل شنو مستقبلها؟ والله هذا يقول حاكم عسكري، هذا يقول مش عارف الجبوري راح يصير أمير المنطقة السنية. هذا كلام يوجد فيه اعتراض من كل القوى السنية في المنطقة. نعم. في نهاية المطاف بغداد يجب أن تدرك ذلك، ويجب أن تدرك أن الموضوع ليس 500 جندي تركي أو 600 جندي تركي أو حتى جيش تركي يدخل باكر يجوز على الحدود. الكلام اليوم عن وجود سني معناها، الكلام عن أنه في نهاية المطاف كيف أن إيران تبحث عن آخر شيعي بالعالم وتروح تدافع عنه. من الطبيعي أن تفعل تركيا والسعودية ذلك مع سنة العراق، وليتهم فعلوا مبكرا
وساعدوا سنة العراق على تأهيل أنفسهم. المشكلة مشكلة سنة العراق أنه حتى علاقتهم بالخليج هي علاقة يشوبها الشك والتوتر منذ زمن نور السعيد. شنا نحكي أنا أستاذ شوي قبل شوي، نعم. حتى نور السعيد علاقته بالخليج كانت مو زينة لأسباب تاريخية، بعضها يتعلق بعائلة الملك فيصل الله يرحمه. علاقة سنة العراق مع الأتراك أيضا كانت علاقة سيئة على طول، كانوا معارضين للحكم العثماني، ثم علاقتهم بأتاتورك بقت سيئة. أقصد ربما أنهم لا يغلبون سنيتهم يعني على مثلا على الانتماء الوطني مثلا، لا لأنه بدون التشكيك بانتماءات الآخرين إطلاقا. لا لا لا، يعني العراقي ما يعرف يدير سياسة خارجية. العراقي حتى الشيعي، حتى الشيعي علاقته بإيران سيئة بالمناسبة، لكن مكاسبه منها. إيران اضطرت حتى تضبط علاقتها مع الشيعة أنه تطلع فصائل. بالله عليك أنا أسأل أين مكاسب الشيعة من طبيعة علاقتها مع الإيران؟ ليس لدي أي مكاسب. إذا تنظر إلى المناطق، آسف أستاذ سلمان، المناطق الشيعة أكثر تضررا عن طبيعة العلاقة. لا لا لا، من ناحية التضرر المناطق السنية لا أحد يستطيع أن يقول أن يعني غيرها تضرر أكثر منها. اليوم هنالك مدن سنية كاملة دمرت. لا، نحن دمرنا نازح وليس دول. نازح من نازح من من سنة ما عاد إلى أرضه. يعني أنا يمكن يعني أوافق الأستاذ سرمد بطرحه، فعلا هاي الأمور موجودة. لا أنا اللي أقصد، لكن هم متضرر أكبر، السنة متضرر أكبر، خاسر أكبر من 2003 إلى يومنا هذا. تضرر سياسة داخلية. نعم، سياستها الداخلية تضرر بالسنة، أوكي، أو عدم قدرة القادة السنة. يمكن إشكالية بالنخبة، النخبة السياسية السنة. نعم. بقوا قادة المحليين ليس لديهم علاقة وليس لديهم الرؤية للسياسة. أيضا ليس لديهم جيش يدافع عنهم، ليس لديهم قوة عسكرية تحميهم، ليس لديهم قوة عسكرية يلوحون بها إذا شاءوا. الوحيدون هم إذا دخلنا هذا الباب، هذا لابد لدينا طروحات الأخرى. طيب، لناري نرجع. طيب 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 طيب، حتى أرجع لك أستاذ على تركيا. حول تركيا رأيك بالنسبة لتركيا؟ نحن نعرف من وجهة نظر عسكرية، يعني نحن أنا لست شخصا عسكريا، ولكن يعني لدي خلال 4 سنوات يعني اشتغلنا في لجنة الأمن والدفاع، يعني مطلع يعني على بعض الأمور الأمنية والعسكرية. بمعنى يعني تركيا أيضا من ضمن المعادلات الأقليمية. نحن نعيش في منطقة ساخنة ومليئة بالأحداث، هذه الأحداث سيؤثر على طبيعة علاقتها مع الدول الجوار. ولا إذا تحدثنا ماذا يريد تركيا من الموصل، خلي يكون السؤال كالآتي: على العراقيين أن يطلعون ما هو طبيعة الاتفاقات اللي حدثت بين تركيا والإيران، بين تركيا والروسيا، بين تركيا وسوريا تحت الطاولة. بعد ذلك نحن نفهم ماذا يريد تركيا من الموصل أو من العراق بصورة عامة. لتركيا حجج سواء كان منطقية أو غير منطقية. أول مرة يقول نحن لدينا الحدود المشتركة مع العراق بالطول 350 كيلومتر. علينا أن ندافع عن الأمن الوطني التركي، نبعد الداعش أو الإرهاب على حدودنا. بالنسبة لتركيا، باكاكا أيضا منظمة إرهابية بالنسبة لتركيا وليس نحن ككرات. نحن نعتبر باكاكا الحركة التحررية الكردية تناظر من أجل استقلال أبناء الشعب الكردستاني في تركيا. أيضا وجود عناصر الباكاكا في الحدود سيأثر على طبيعة العلاقة. أيضا لتركيا أسئلة، يقول لي العراقيون أنتم طردتوا منظمة المجاهدي خلق، نحن الأكراد لا نحب المجاهدي خلق جملة وتفصيلا، ولكن تدعمون العناصر الكردية المسلحة الغير عراقية. أيضا لتركيا حجج. أما العراق يجاوب عن بعض الأسئلة التركية، ولكن أفضل شيء دون التصعيد. علينا تسوية الخلافات يعني بشكل حوار والتفاهم. اليوم يطلع لي فت نائب أو نائبة أو شخص سياسي يقول نحن اشترينا F-16 لماذا لا نقصف التركية؟ عقد صدام حسين مثلا. يعني هذا التفكير التصعيدي، هل تفكير من مستقبل العراق اللي فينا نحن يكفينا من المشاكل؟ بينما أكو فكرة 10-15% من أراضينا محتلة من قبل داعش. نحن أمام مشكلة كبيرة، مشكلة سياسية الأمنية اقتصادية مالية البرلمانية. نحن نتحدث عن جبهة، نفتح جبهة كبيرة. نحن لسنا بمقدرتنا أن نتعامل مع المعادلات الكبيرة. يعني هذا هو الإشكالية. لذلك علينا الحوار مع الدول الجوار تحديدا تركيا. يعني مشكلة تركيا، مشكلة تركيا، خلينا نحكي مع تركيا لأن قضية أساس تركيا على مود زيارة الوفد التركي. نعم. مشكلة العراق تركيا مشكلة قديمة جديدة. عندنا مشكلة المياه الأقليمية، عندنا مشكلة الحدود،
عندنا مشكلة أيضا حدث في أونة الأخيرة وجود العناصر الباكتا. نعم. أو تصعيد التواجد التركي بحد ذاته الآن يعني مشكلة للحكومة العراقية إشكالية كبيرة. نعم. ولكن علينا كما تفضل الزميل سرمد علينا يعني نحاول تنمية العلاقات العراقية التركية مع مو ليس تركيا حتى مع الدول العربية. أم يعطيني دولة عربية لديها علاقة حميمية علاقة طيبة مع العراق يعني نبات أنا يعني بيننا نتحدث يقول نحن أكراد في أقليم كردستان لدينا علاقة أحسن من العلاقة بين العرب يعني قسم العربي. نعم. عراق العربي مع الدول العربية الممثليات والقنصليات هذا موجود يعني بمعنى ليس هنالك الرؤية السليمة ليس لدينا الرؤية واضحة لبناء الدولة. إذا ليس لدينا رؤية لبناء الدولة بكل التأكيد ليس لدينا استراتيجية واضحة لبناء مؤسسات الأمن والدفاع. سيد الفاضل كان مؤسسات الأمن والدفاع كانت جزءا من المشاكل في الموصل. علينا أن لا نكرر هذه المسألة. اللي يتحدث عن مرحلة ما بعد داعش عليه أن يتحدث عن كيفية بناء الجيش. من يمسك الأرض في الموصل؟ لكون الموصلين كان لديهم مشكلة. يعني نستطيع أن نقول أن طلب مثلا طلب تركيا أو عزم تركيا على المشاركة في معركة الموصل هو في محل أيضا لمساعدة القوات العراقية لا ننسى هي جزء منها. أستاذ أنس تركيا ليس بهذا السذاجة يدخل العراق بدون موافقة العراقية وبدون موافقة التحالف الدولي. لا طبعا ليس بإمكان تركيا ما تدخل بهذا الشيء. بس هل هنالك كتل أو قوى سياسية لديه علاقة مع تركيا أو هنالك تركيا داعمة لبعض القوى السياسية في العراق؟ أقول لك نعم. يكون اليوم خلي نتحدث بكل جرأة وصراحة هنالك اصطفافات أقليمية واضحة بين مكونات أبنائنا شعبنا العراقي بين السنة والشيعة والشيعة والكرد هنالك اصطفافات. طيب أنا شلون أقدر أستثمر أستاذ سرمد تركيا لمصلحة عراقية اليوم؟ شلون أقدر أستثمرها؟ مستحيل. تركيا كانت حتى 2012 حليف قريب انفتاح اقتصادي غير مسموح. أنا أتكلم عن الآن أنا سياسة قصدك عسكرية أم سياسة؟ لا أنا قصدي نحتاج نعرف تركيا منو تركيا سياسة حتى تخدمني باكر بالمعركة. بدنا نسوي قمة عربية ببغداد. نعم. ونجيب العرب غصبا عليهم يعني ما كانوا يردون يجون لبغداد وقالوا بغداد غير مؤهلة لاستضافة القمة العربية. تمام. وفعلا كنا في بغداد غير مؤهلين حتى لتنظيف شارع أبو نواس. منو سوى القمة العربية؟ تركيا سوى القمة العربية. جابوا سووا الفنادق سووا الشوارع جابوا بذور نثروها بأبو نواس بأربع أيام تتذكر صار كله أخضر. هذا مطار بغداد دولي الشارع كان أملح مهمل بيومين صار يخبل. شنو الضرر اليوم أنا إذا أستثمر هذا الجار اللي أقصد وأجيبه إلى صار اللي أقصد فجأة المالكي نسى هذا وبدأ يهاجم وما انطى أي مجال لبقاء خط تركي نفتح حتى يهدئ الأمور. يعني هسه إيران إذا تلاحظ عندهم حرس الثورة وسليماني. نعم. ويخربون العلاقات مع كل الدول بس هناك ودزوا جواب ظريف بهالابتسامة الحلوة هالإتقان الهائل. تمام. الذاكرة القوية القدرة على التحليل والإقناع والتذكير بالمصالح المشتركة هدئ الأمور ضبط اتفاقيات ومذكرات تفاهم ورجع. إحنا ما عندنا جواب ظريف. كان عندنا سيد عمار من يتخبل المالكي يطلع هو لإسطنبول أو يطلع للرياض يهدئ المشاكل شوية. هسه حتى سيد عمار اضطر بعد أن صار رئيس التحالف الوطني شو اضطر هم يتماشى مع هالموجة هذه من التشدد والشعارات المتشنجة والتهديدات اللي لا تفيدنا ولا تفيد الآخرين. يا جماعة حتى يستقر العراق لازم يصير قناعة من دول الجوار بأن العراق بلد عاقل ويستحق الاستقرار. أما إذا بقت دول الجوار تعتقد أن العراق تقوده قيادات مجنونة وقيادات ستبقى تفكر بعقلية الحرب والتهديد يومي اقطع السوق الفلاني سد المنفذ التجاري الفلاني امنع الرحلات الجوية مال هذا البلد زاعل هذا البلد اسحب هذا السفير اطرد ذاك السفير. هذا الشغب ما حد راح يحترمه ولا حد راح يتعايش وياه وكل دول الجوار راح تصير مصلحتها زيادة انقساماتنا اللعب على تناقضاتنا تمزيقنا اضعافنا. اليوم الشعب ايران نعم. قلت لك علاقة شيعة العراق بايران سيئة ولم تستطع السيطرة عليهم الا بعد ان قسمتهم وطلعت السيد مقتدى عصائب عمار الحكيم طلعت لبدر كل واحد طلعت له ضد نوعي وسيطرت على الشيعة وبنت نفوذها بفضل هذه الانقسامات. يعني ايران ايضا تريد الشيعة ضعفاء ويسهل التحكم بهم. ليش؟ لان الشيعة حتى مع ايران
ما يعرفون يتعاملون بطريقة دبلوماسية ند لند كفؤ لكفؤ، مع الأسف أضاعوا فرص كبيرة. طبعا الأمر قابل للتصحيح، وأقول الصدمات، داعش صدمة، إيران صدمة، تركيا صدمة، أمريكا صدمة، كل هذه الصدمات اللي تعرضنا لها، النكسات والهزائم، لازم نحولها إلى درس تاريخي. يا أخي طلع عندنا سعد صالح جبر آخر، هذا الرجل العاقل اللي يقدر يقول للشعب أيها الشعب أنت ما تفتهم، نعم، مو بكيفك أنت، أنا ما تصالح مع الأكراد وما تصالح مع السنة وما تصالح مع تركيا. إحنا قيادات، إحنا منتخبين، عندنا شرعية تاريخية، نتخذ قرارات تاريخية، ومعظم القادة بالعالم اللي اتخذوا قرارات تاريخية عاقلة تعرضوا للاغتيال ودخلوا، تعرضوا للسجن، تعرضوا للسحل، وصارت عليهم ثورة أحيانا. القائد اللي يصنع السلام لا يقل شجاعة عن الجندي اللي يحمل السلاح وينطي روحه حتى يطرد داعش أو يطرد أي معتدي آخر. سياسيين لازم يفهمون هذا الشيء، لازم يصيرون بشجاعة الجنود. لذلك من ساعة قلت لك مثل ما أجت روح جديدة انبعثت بالقوات المسلحة، لازم تنبعث روح جديدة. مين يجيبها هو اليوم؟ هو اليوم عبارة عن قائد مكون أو قائد حزب، مين يجيبها هاي الشجاعة؟ مين يجيبها حتى يقعد يصارح فلان وفلان وفلان حتى يقدر بالأخير يأخذ العراق إلى بر النجاة؟ مين يجيبها هاي؟ يجيبها مثل ما جابوه الباقين. إحنا لازم يتنازل، لازم يتنازل عن انتماء الإقليمي أولا. لا، مو انت تنازل عن مو هو الإقليمي. مو اذا مستقوي فمستقوي بالجار، مستقوي بهذا الانتماء الإقليمي او مستقوي بقوه معينه. لا، هو في 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 امكانه ان يصحح علاقاته، يصحح علاقاته مع الطرف الاقليمي الحليف، الطرف الحليف لو ند، سميه حليف سميه ند سميه اي شيء، تروح تفرض عليه يا اخي احنا ما يصير. مو هو بده يستثمر حتى يصير حاكم شرعي للعراق يا استاذ سامي. شجعان، قلت شجعان استاذ ويا يعني احنا يعني اذا ننظر لكل غيرنا العداء، يعني هذا يعني بمعنى ليس لدينا اي 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 طريقه للخروج من المأزق. لماذا نحن نتعامل مع الغيرنا كتعامل عدائي، او لماذا صداقتنا الى الاخرين بمعنى نحن اصبحنا ضمن المعادله الاصطفافه الاقليمه او ننتمي للغير؟ استاذ شوان، احنا بداخل العراق، وتدرون انتم كل زين انه بعض السياسيين لما يخرج يقول ان علاقاتنا مع الاخرين، يسميه الاخر ما يسميه اخويا، وهذا واقع عراقي حقيقي. واستاذ سمد يمكن يعني عرف ايش اقصد، ليكن اخر. نعم، اي مو انا مجرد سميت الاخر ما سميت نفسي. واذا هنالك غيري، لماذا ما استوعب غيري؟ اذا انا كبلد لدي رؤيه، لدي شعب وتاريخ، ما اقدر اتعامل مع الغير، كيف اتعامل مع حتى مع النفس؟ يعني المشكله السياسيه في العراق سيد الفاضل استاذ اناس مشكله الرؤيه. نحن ليس لدينا رؤيه وطنيه، كما تفضل أحد الزملاء أنا قال اعطيني وطن حتى أتحدث وطني. أين الوطن؟ ورؤية القادة السياسيين مع الأسف بعد السقوط في بداية الأمر كانت توجهات متوجهات إلى حد ما إيجابية، ولكن بعد الممارسة السلطة أو تذوق ملذات السلطة أمور اتجه بغير اتجاه، هذا هو النتيجة النهائية. يعني كيف تفكر يعني 400 شخص سقطوا الموصل، إذا ما نرجع للمربع الأول، كيف سقط المدينة أو المحافظة الموصل؟ يعني من إذا ميدانية تفكر 400 شخص غير قادر أن يمسك الأرض، أو 4000 شخص. نعم، كان هنالك تواجد 20000 على أقل التقدير. يعني بمعنى مشكلتنا اليوم، ولكن بصرف النظر عن لما حدث سابقا، هنالك الرؤية أو هنالك التوجه. في بداية الأمر نفكر بالتحرير، كيفية القضاء على الداعش، بعد ذلك إذا أخذنا عبرة من اللي ما مضى بإمكان أن نبني دولة. طيب، إذا ما أخذنا عبرة من تاريخنا القريب أو أول أمس بكل تأكيد سندخل. طيب، خلينا بعراقنا ونسأل حضرتك، شنو اليوم اللي تخشى يعني أو يخشو الكرد يعني من مرحلة المعركة ومرحلة ما بعد داعش؟ الكرد كالشيعة والسنة لدينا خشية من الإرهاب. نعم، من الاصطفافات. أنا أتكلم عن الأمن الإقليمي للإقليم. ليس بإمكاني أن أفصل أمن الإقليمي، أمن الإقليم الكردستان، من الأمن العراقي. نعم، لكون حدودنا مشترك تاريخيا وثقافيا واجتماعيا مشترك. هو اليوم الحمد لله اكو استقرار، لكن يعني اسال بامكانك نقول استقرار المنطقه. نعم، ولا اذا تحدثت عن الامن
يعني كبصورة عامة. نعم. يعني ليس إجراء أمن كإجراءات كمفهوم ليس بإمكاني أن أفصل أمن الأقليم على أمن العراق. نعم. ولكن هنالك استقرار نوعي، استقرار إلى حد ما. إذا بقى موصل يعني تحت أمر داعش بكل تأكيد سيهدد أمن الوطن الكردستاني أو أمن الوطن العراقي ببرمتها، سيشكل عليه خطورة. يعني الأمن الكردي مرتبط بأمن العراقي إذا تحدثنا عن أمن الوطني. نعم. إذا تحدثنا أمن كإجراءات البسيطة على الشارع هذا حديث آخر، يمكن من بصرة تختلف على العمارة أو من ميسان تختلف على الحلة. يعني هذا مفهوم الأمن القومي. أي مفهوم. نعم. المفهوم الأمني، لكن هنالك خشية يقولون إذا هنالك ضوء في نهاية النفق، نحن أحيانا سنقول ليس هنالك النفق أصلا. لا يوجد نفق أصلا، كيف ننظر إلى اليوم؟ عندنا رؤى مختلفة بالحلقة. يعني اليوم ليس هنالك النفق. اليوم اليوم بدينا متشائمين، طلعنا متفائلين، بعدين رجعنا متشائمين. ليس التشاؤم، هذا واقعنا. لماذا ألبس أفكارنا نظريات جاهزة؟ نعم. تشاؤم وتفاؤل، هذا واقعي. ما يقارب 2,000,000 نازح اليوم موجود في إقليم كردستان في 3 محافظات. بأي شيء أتفائل؟ وأيضا هنالك استعدادات الطوارئ. نعم. لإيواء ما يقارب 500,000 شخص آخر. أستاذ أنا أتفائل بأي شيء. يعني المعركة ستطول؟ بكل تأكيد. كم تقريبا يعني برؤيتك؟ والله هنالك تصريحات متضاربة ومتباينة بين القوى السياسية، وخصوصا نحن العراقيون، خصوصا النواب، لا أقول الصحفيين، ولو الصحفيين ليسوا أقل من النواب السياسية. لديهم تصريحات قد شهر شهر السنة سنتين، ولكن الوضع إذا تعاملنا مع داعش يا ابن عمي أستاذ أنس ليس مجموعة عناصر مسلحة. داعش فكر، كيفية محاربة الفكر الداعشي في المنطقة هذا يحتاج، وداعش يأس، يحتاج رؤية للدولة كيف يتعامل مع المعالجة. أطرد أول شيء المقاتل هذا اللي يقاتل. سؤال بسيط، سؤال بسيط أساسا، لما دخلنا وحررنا الموصل كيف نتعامل كمنظومة القضائية والأمنية مع الموصليين؟ نقول هل أنتم تعاملتوا مع الداعش؟ أنت صحفي، أستاذ أنس موجود مدرس جامعي، أستاذ سرمد طبيب يتعامل مع الداعش، بجيبه هوية الدولة الإسلامية والطبيب أخصائي. من يحاسب المن؟ هل إذا إذا نسمع كلام عن إذا يعني عن مساحة غفران وعن التعامل بطريقة أخرى، إذا تتعامل وفق القانون، هنالك ما يقارب 15 مادة قانونية العراقي، قانون عقوبات عراقي ناهيك عن قانون مكافحة الإرهاب، كلهم يصبحون إرهابين. موصلين يحاسبون الحكومة العراقية، لماذا تركتونا للداعشين؟ من يحاسب المن؟ كما تفضل زميلي سرمد، نحتاج عقلاء. من يحاسب الذي ربما سلمها؟ أستاذ سرمد اليوم عاد المالكي بقوة ربما إلى الساحة، لكن هل سيعود قويا ومؤثرا كما كان؟ أجاوبك على هذا السؤال، بس أرد سجلت ملاحظة أنه مرة نتفائل مرة نتشائم. الوضع العراقي نحتاج نعرف به التفاؤل تعريف عراقي. نعم. بالعراق التفاؤل بمعنى الإيمان بإمكانية تخفيف مستوى الكارثة. لا أحد في العالم الإيمان بإمكانية، يعني مو إمكانية قبل، لا أحد في العالم يستطيع أن ينهي الكارثة العراقية في 5 أيام أو 50 يوم، لكن يمكن للعراقيين وشركائهم والعالم مستعد لدعم العراق كما رأينا. نعم. أن يقوموا بإجراءات حقيقية لتخفيف مستوى الكارثة الموجودة في العراق والتي عمرها يجوز 50 أو 60 سنة. نعم. نرجع للمالكي، المالكي يشبه داعش. داعش شو نقول؟ طلعت من أخطائنا. نعم. داعش تجسم لخطايانا، كأن ما أدري السماء جابت خطايانا عجنتها أخطائنا وطلعت منها داعش. المالكي نفس الشيء، مالكي ظاهرة سياسية مريضة تنتج عن أخطائنا السياسية. كل ما يكون العلاقة بين أربيل وبغداد مزينة يطلع المالكي. كل ما تخرب العلاقة بين الأطراف الشيعية المعتدلة والأطراف المعتدلة في الجهات الأخرى يطلع نوري المالكي. ونوري المالكي ما عاد الآن يمثل لا التحالف الوطني ولا حزب الدعوة. نوري المالكي الآن عنده فد كتلة بلا اسم بيها شيعة وسنة وأكراد أيضا، ومسيحيين وشبك
حتى أيزيديين يعملون مع المالكي، يمثل الشعب العراقي بأكمله، يمثل أي نوع من الشعب، يمثل العراقي. أخطاء الشعب العراقي بأكملها. لذلك المالكي مو معجزة ولا قنبلة ولا صحح أخطائكم راح يختفي. وشفنا من بلحظة أغسطس آب 2014 لما العقلاء العراقيين قعدوا مع شركائهم الأمريكان وحاوروا حلفائهم الإيرانيين، المالكي اختفى. لكن لما رجعنا كل واحد وحده يشتغل، واحد يقتحم المنطقة الخضراء، واحد العبادي يتصرف كيف بقرارات أحادية، وعمار الحكيم احتار، وأربيل شغلت بمشاكلها، والسليمانية المالكي باوع قال شو الجماعة اختفى وشو فرغت الساحة. تزامن الموضوع مع عودة أنا أملي الفراغ. نعم. رجع هو من الفراغ، رجع من الفراغ مو لأنه قوي، لأن هو فراغ موجود ما حد ينافس عليه. وتزامن الموضوع مع عودة السيد النجيفي، وتزامن الموضوع مع بدء معركة الموصل، ما بي إشارات؟ لا، هذا الموضوع السياسي إلى علاقة بانتخابات، استحقاق انتخابي قادم، أما هالسنة الجاية أو اللي بعدها، وتحتاج لها من الآن. يعني تقريبا التنافس الانتخابي بدأ، وشون نستخدم إرث الحشد الشعبي بهذه الانتخابات، شلون ننظم نقاط ضعف القوى الأخرى، هذه المالكي يحسب لها ألف حساب. ولذلك هسه تقول له أنت وين بحسب الدعوة ومو بحسب الدعوة، يقول لك ما لي علاقة بحسب الدعوة، حزب الدعوة أنا الأمين العام يجوز بس اسميا، لكن أنا أريد أصير زعيم الحشد. ويجي وياي مشعان وعالية ويركضهم كلهم يعني، والحشد موجود، نص الحشد أو ربعه ما أدري، بس جزء من الحشد معه، يريد يخوض معركة خطيرة. لذلك المعسكر الآخر يجب أيضا أن يستثمر انتصارات الجيش بالموصل لتأسيس سياسة جديدة تملأ الفراغ بشكل صحيح، وتمنع الطفيليين من القيام بعمليات خطيرة. يعني احنا نفكر نحرر الموصل بس باكر خاف بغداد تحترق بسبب هذه التصرفات الخطيره. هذا جزء من ما بعد داعش، ممكن اللي سلم الموصل نفسه يرجع ورا سنتين او ثلاث يحرق بغداد. هو نفس الشخص، نفس الجهه اللي هي نتيجه نفس العقيده، نفس الخطا، نفس الخطا. هذا الخطا شلون نقدر نصلحه؟ استاذ أسئلته صعبة ترى، شلون نقدر نصلح؟ هو شو منو قال لك ممكن تصلح؟ إذا كان الصلح على وين جاي نحن؟ إذا كان عن هذه الإمكانية على إحنا اليوم بس نتحدث، إذا تحدثنا ليس هنالك نفق أصلاً. أنا المشكلة بنا مجيء اسم الشعب ينتظر أستاذ. الشعب ينتظر علينا تصحيح الشارع أول مرة قبل سربا، مو هو ما يدري بدل صلح الشارع صلح القادة. هل شارع العراق يريد حرب طائفي أو تقسيم العراق أو ذهاب اتجاه أخرى؟ الشعب العراقي هاي الدورة الثالثة ينتخب نفس الأسامي، ليس هنالك تغيرات، من ينتخب المن؟ هذا من ناحية الشارع العراقي. ولكن إذا تحدثنا احنا مشكلتنا الأساسية ليس يعني، مع الأسف هذا كلام من المعيب يتحدث، ولكن مضطري، ليس لدينا رجال الدولة. إذا كان لدينا رجال الدولة بإمكاننا نبني رؤية كاملة للتعايش بين مكونات ابناء الشعب العراقي، لكون اليوم نحن لدينا رجال السلطة، أما رجال الدولة قلائل. إذا تنظر على رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو هيئة المجلس، رئاسة مجلس النواب، مجلس النواب، سترى أين رجال الدولة؟ كيف نبني الدولة؟ دولة مبنية على الرؤية. إذا رؤيتنا دولة بدون رؤية، لا رؤية أمنية، يعني ليس هناك استراتيجية، ليس هناك الرؤية التنموية للاقتصاد، للمشاكل المالية، يعني بإمكان كيف نتحدث؟ لو لنفترض تم تحرير الموصل ومناطق العراقية برمتها، تصالح أبناء شعبنا العراقي كردا وعربا سنة وشيعة حتى اليزيديين، لكون الجرح الأساسي عند اليزيديين عفوا عما سلف مع اللي اغتصبوا أعراضهم، هل بإمكان نطلع من المشاكل؟ لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة، لدينا مشاكل مالية كبيرة جدا، فساد أصبح في العراق، فساد أصبح ظاهرة ليس حالة، وفق آليات القانونية والقضائية والبرلمانية نتصدى أو نقف نضع حدا للفساد. الفساد في العراق اليوم أصبح ظاهرة. ليش كلها دائما تتأمل أستاذ شوان أنه تجي هاي العصا السحرية من برا وتنقذنا؟ يعني اليوم العراقيين أغلبهم يقول لك مثلا أنا العصا السحرية موجودة مثلا بأمريكا، أمريكا ممكن تنقذني. أكو أيضا
عند بعض العراقيين او كثير من العراقيين رؤى انه اكو شخصيات معينه مثلا هاي مسلمات انه هي شخصيات وطنيه تستطيع ان تقود العراق الى بر الامان، وبالتالي ممكن اعيد يعني ترتيب الاوراق بالبيت العراقي الجديد. ارجع على تفاؤلك بالدقيقه 2 من البرنامج استاذ سلمى. شعبنا ما متعود على فهم سياسه معقده مثل السياسه اللي جاي تصير الان بالعراق والمنطقه. بعد يحن الى نموذج الحكم المركزي، رئاسه مرتاح، صدام حسين، عبد الكريم قاسم، نور السعيد موجود يحكم وخلص، بلا برامج سياسيه وبلا نقاشات وبلا انس وبلا شوان وبلا الاشياء هذه. جزء من شعبنا يفكر بهالطريقه، يريد يقعد الصبح باكر يشوف انقلاب عسكري صاير وجاي واحد كانس الجميع، لكن بالنتيجه هم راح نرجع لنفس المشكله. هذا الواحد حتى لو نجح له 4-5 سنين سوى شوي استقرار راح يتخبل علينا ويروح يحتل الكويت او يسوي مجزره بالحويجه ونرجع للمربع ما ادري الاول او الثاني. التنميه السياسيه هي ان يفهم الشعب والقاده ان السياسه هي اداره دقيقه للخلافات وتعريف دقيق للمصالح. احنا ما عندنا تعريف المصالح ولا عندنا ايمان بان الخلافات يجب ان تدار، نعتقد الخلافات يجب ان تصنع حرب. اما اللي يريد يدير الخلافات نسميه جبان وانبطاحي وذليل وخاسئ لدينا تسميات. شعبنا وطبقتنا السياسيه اثنينهم بحاجه الى اعاده نظر عميقه، ومره ثانيه يستفيدون من هذه الصدمات الحاصله. رسالتك هاي تقول لي انه على العراقيين انه لا يتابعون التصريحات مال هاليومين لان كلش بها تفاؤل وكلش بها يمكن روح. علاقات جديده مع بغداد يعني ستكون، هذا يمكن يعني ربما جزء من تصريح السيد مسعود البرزاني اليوم بالمؤتمر الصحفي انه اكو علاقات جديده ستكون مع بغداد، علاقات بشكل جديد. ما يمثل هذا انفراج خاصه انه يعني انت تعرف حضرتك يعني العلاقه مع الحكومه المركزيه، هي الحكومه المركزيه اصلا يعني ضبطا للاصطلاح ليس هنالك شيء في العراق اسمه الحكومه المركزيه. في الدستور العراقي ولا كلمه مو مكتوب الحكومه المركزيه، حكومتنا حكومه الاتحاديه. نعم. اذا تحدث عن طبيعه العلاقه على ارض الواقع انا ارى اشياء ايجابيه. قوات البيشمركه والجيش لديهم هدف واحد، يحررون المنطقه. مثلا اذا لنفترض هنالك تواجد شيعي كثير في الجيش العراقي وايضا هنالك كرسي يحررون يضحون بارواحهم وباولادهم لتحرير الموصل. اليس هذا كافيا لكي نبني علاقة الوطنية أو علاقة طيبة أو نعيش مع البعض؟ هذا إشارة كافية على أرض الواقع. نعم. بس الناس البسطاء. نعم. يا ريت فعلا يجمعنا دم الشهداء اللي نسأل الله أن تكون دماء قليلة يعني في معركة تحرير الموصل. ختام الحلقة أني أشكركم جدا الأستاذ شوان محمد طه عضو مجلس النواب العراقي السابق و الكاتب والصحفي الأستاذ سرمد الطائي، كنتم ضيوفي في برنامج الشعب ينتظر. شكرا جزيلا لكم. أيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات كاد العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه. ما مستعد.